عاجل بالتفاصيل، مسؤول كبير بالدولة يفجر مفاجأة بخصوص سد النهضة سيتوقف، ووزارة الري المصرية وتحذير عاجل جدا وخطير بخصوص الأرصاد لكل المصريين، وبيان عاجل من رئيس الوزراء بخصوص إثيوبيا وسد النهضة، وخبر عاجل وهام من الرئيس السيسي ويذيعه التلفزيون المصري منذ قليل، واعرف بالتفاصيل منحة الدولة للعاملين بمصر بخصوص المولد النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي متابعين قناة مصر ميديا IEB الأعزاء. قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف. احنا بننشر لحضراتكم اهم الاخبار في اخر 24 ساعة. وقبل ما نبدأ اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، وده مهم جدا، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. عاوزين نوصل اكتر من 1000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلد ينزل يكتب تحيا مصر في التعليقات تحت. عاوزين نوصل اكتر من 400 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر. انتوا رجالة وقدها وطنيين، عاوز اشوف الرجالة الوطنية في التعليقات اسفل الفيديو نثبت للخرفان ان احنا اقوياء على اليوتيوب. تعالوا نشوف تفاصيل الاخبار المهمة جدا معانا، وهنبدأ في البداية بعاجل بالتفاصيل، مسؤول كبير بالدولة يفجر مفاجأة بخصوص سد النهضة، سد النهضة سيتوقف. قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري المصري ان بناء سد النهضة الاثيوبي قد يتعطل الفترة المقبلة، وأوضح خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية تن المصرية أن الشركات الإيطالية التي تنشئ سد النهضة لها مستحقات مالية، ومن الممكن أن يعطل ذلك البناء. ولفت الوزير إلى أن إثيوبيا تعاني مشاكل مادية اقتصادية، ويمثل السد عبئا كبيرا على الدولة الإثيوبية. وأشار الوزير إلى أن العالم يعاني من مشاكل اقتصادية بسبب تفشي جائحة كورونا، ولكن هذا لا يتنافى مع تصريحات وزيرة إثيوبيا بأنه سيتم الانتهاء من السد وتوليد الكهرباء خلال العام المقبل بحسب موقع المصر اليوم. وكشف الوزير أن مصر اقترحت أن تساهم في بناء سد النهضة، وأن تكون هناك صفقات ناجحة تزيد من مصداقية القيادة الإثيوبية، ولكنها رفضت تماما من قبل أديس أبابا. المصدر كان من RT وسائل إعلام مصرية. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل معانا في مصر، وتعالوا نشوف مع بعض تفاصيل مهمة. وزارة الري المصرية وتحذير عاجل جدا وخطير بخصوص الأرصاد لكل المصريين. ولكن قبل ما نبدأ في تفاصيل هذا الخبر، ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زرار اللايك وزرار الاشتراك الأحمر عشان نستمر. وتعالوا نعرف تفاصيل الأخبار المهمة معنا. حذر مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والري من أمطار غزيرة يومي الخميس والجمعة على السواحل الشمالية، تقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة. وشدد المركز في تحذير له أنه يجب توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، والتي قد تؤدي إلى سيول. وشكلت وزارة الري غرف طوارئ في المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يومية عن كميات الأمطار قبل حدوثها ب 72 ساعة من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات إلكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة في ضوء التنبؤات اليومية، ونقل أي حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التي تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات
السيول. وقالت وزارة الري أن كافة المنشآت والمشروعات التي قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها. وشكلت هيئة حماية الشواطئ غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطي شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسي للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقي أي إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة حتى نهاية فصل الشتاء. كل عام وإنتم بألف خير. قولوا لنا في التعليقات تحت، يعني أنا كإسلام بحب فصل الشتاء جدا جدا والأمطار بتاعة الشتاء، فأنتوا قولوا لنا في التعليقات تحت بتحبوا فصل الشتاء أم الصيف؟ منتظر رأي حضراتكم عن الفصل اللي بتحبوه في التعليقات تحت. تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معانا. ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يحدد شروط مصر على إثيوبيا بخصوص سد النهضة. أكد رئيس مجلس الوزراء المصري ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ المصالح المشتركة، منوها بحرص مصر على استمرار التفاوض مع السودان وإثيوبيا. وشدد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020 على ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبا على الاستقرار بالمنطقة، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة. ولفت مدبولي إلى أن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط. وتسعى الدولة جاهدة للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته الدولة في قطاع المياه الشرب والصرف الصحي 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مقسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، حيث وصلنا إلى نسبة 99% في تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة، فالمدن مغطى بنسبة 100%، وفي القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها. إما قطاع الصرف الصحي فقد تم الوصول فيه إلى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية من إجمالي سكان مصر. وأكد أن المناطق التي تعاني من نضرة المياه تتصاعد بها المنافسة على المياه على كافة المستويات من المجتمعات والقطاعات والبلدان، حيث يعتبر التحدي الأعظم للدول هو الموازنة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة، إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلي والإقليمي، كما أن الإخفاق في معالجة تلك التحديات سيؤثر بشكل مباشر على السلام والأمن الدولي. المصدر كان من وكالات مصرية. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل. تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا، وخبر عاجل وهام من الرئيس السيسي ويذيعه التلفزيون منذ قليل. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمود شاهين رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفئي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة. واطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات سير العمل بالعاصمة الإدارية، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي والحي الدبلوماسي والسفارات
والمحور المركزي والمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها بالمحور، حيث وجه الرئيس بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، في إطار استراتيجي شامل يساهم في تقديم مفهوم الدولة الجديدة من كافة الجوانب وتوفير جميع عوامل مستدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق في العاصمة الإدارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللواء إيهاب الفارس تعرض الموقف التنفيذي الراهن لمختلف الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنها تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية والتوقيتات الزمنية ومعدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع. كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، وأعمال التطوير الشامل لبحيرة المنزلة، بما في ذلك إنشاء طريق دائري حول البحيرة يساهم في جهود تنميتها وربطها بمختلف المدن في المحافظات المجاورة. المصدر كان مصراوي. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل جدا معنا. تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل خبر تاني. اعرف المنحة من الدولة للعاملين بمصر بخصوص المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بألف خير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالوا نعرف التفاصيل. يحتفل العالم الإسلامي بإحياء ذكرى المولد النبوي نهاية شهر أكتوبر الجاري، فيما تبدأ المؤسسات والجهات الحكومية بصرف منح مالية لجميع موظفيها بقيم متفاوتة تتراوح بين 500 جنيه و 1200 جنيه، وهنقول لحضراتكم الأقسام وكل وزارة هتقدم إيه. تعالوا نبدأ بوزارة النقل. أصدرت وزارة النقل قرارا بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية والشركات التابعة والعاملين بالهيئة بنظام 55 يوما بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وذلك بمبلغ 750 جنيه للعاملين بالهيئة والشركات التابعة و500 جنيه للعاملين المؤقتين بالهيئة. تعالوا نشوف الأزهر. ووافق شيخ الأزهر أحمد الطيب على صرف مكافأة مقطوعة قدرها 700 جنيه لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ والمنتدبين الدائمين والمؤقتين. تعالوا نشوف وزارة الصحة. وأصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات بمنح جميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها مكافأة بقيمة 1200 جنيه للعمالة الدائمة ومبلغ 1000 جنيه للمتعاقدين بنظام اليومية ونظام الساعات. كما وافقت الهيئة القومية للبريد على صرف مكافأة قدرها شهرين من الراتب الأساسي للعاملين بالهيئة القومية للبريد بمناسبة المولد النبوي الشريف وبداية العام الدراسي الجديد، على أن يتم الصرف بعد الانتهاء من إعداد مرتبات شهر أكتوبر وبحد أدنى 1200 جنيه. تعالوا نشوف شركة المياه. أعلن مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ صرف شهر بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وشهر آخر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما تقرر صرف علبة حلوى المولد النبوي لكل عامل بما فيهم العاملين بنظام السراكي وصرف شهر للعاملين بنظام السركي إسوى بزملائهم. المصدر كان من صحيفة الرئيس نيوز. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل. وكل عام وأنتم بألف خير مرة أخرى. وإن شاء الله إحنا كده خلصنا نشرة الأخبار معاكم. كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا آي بي. إن شاء الله أشوفكم في نشرات أخبار جديدة، يعني أخبار عاجلة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.